محامون عن اللاجئين السوريين في الدنمارك يتوجهون للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد إجراءات الترحيل. نشاهد التقرير التالي ومن ثم نخوض في التفاصيل. العيش بين نار الانتظار والرعب من قرار الترحيل هو حال مئات اللاجئين السوريين في الدنمارك التي تسعى لترحيلهم بزعم أن بلدهم أصبح آمنا. وأمام إجراءات الدنمارك ضد اللاجئين اتخذ محامون خطوة قانونية بالتوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استعدادا لمقاضاة الحكومة الدنماركية التي يقول حقوقيون إنها تنتهك اتفاقية جنيف التي تمنع الإعادة القسرية للاجئين إلى بلادهم. وبدأت السلطات في الدنمارك برفض طلبات اللاجئين السوريين لتجديد الإقامة المؤقتة الصيف الماضي، وبررت هذه الخطوة بأن الوضع الأمني في بعض أجزاء سوريا تحسن بشكل كبير على حد وصفها. ويقود هذه الجهود القانونية ضد مساعي الدنمارك مكتب المحاماة الدولي غرينكا 37 في لندن، الذي يتعامل مع محامي طالبي اللجوء والأسر المتضررة في الدنمارك لمجابهة سياسة الحكومة. ويؤكد المكتب الدولي أن الوضع في الدنمارك مقلق للغاية، وإذا نجحت جهود الحكومة الدنماركية لإعادة اللاجئين قسرا إلى سوريا فإنها ستشكل سابقة خطيرة، ومن المرجح أن تحدو حذوها العديد من الدول الأوروبية الأخرى. قانونيا وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف يكون أمام الذين ألغيت إقاماتهم ما يصل إلى 3 أشهر لمغادرة البلاد طواعية قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري لتعذر ترحيلهم إلى سوريا في غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الدنمارك البروفيسور مصطفى نعوس خبير القانون الدولي في قضايا اللاجئين وحقوق الإنسان. أهلا بك بروفيسور مصطفى. إذا تحركات لمحامين لمقاضاة الحكومة الدنماركية بسبب قرارات إلغاء إقامات اللاجئين السوريين وترحيلهم، ما أهمية هذا التحرك القانوني بالنسبة للاجئ السوري هناك؟ أسعد الله مساءك. أهلا بك، أيكم بهذا المنبر الجميل والرائع في هذا المساء. لقد في الشهر الماضي في الحقيقة عما يجري الآن، في الشهر الماضي صدر قرار عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. هذه المحكمة التي تقاضي التي يمكن أن تحكم بأي قرار مخالف للقانون الدولي أو مقررات أو أحكام تصدر ضد أي لاجئ أو مغترب في بلاد الاتحاد الأوروبي. هذه المحكمة حكمت اللاجئين السوريين الذي تقدم بطعن وطلب فيه أنه لأن الدنمارك أعطته الحق في جلب عائلته بعد 3 سنوات، يعني لا يمكنها، يعني أعطته نوع من الإقامة هي 7/3، هي باراجراف 7/3 التي تنص على أنه من حقه أن يجلب عائلته ليس الآن ولكن بعد 3 سنوات من مضى في بعد من تاريخ صدور إقامته في الدنمارك. فتم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن طريق محامي دنماركي هنا في الدنمارك، وأصدرت المحكمة بعد 3 سنوات قرارا يقضي بإلزام الدنمارك بتعويض وقدره 10,000 يورو. هذا القرار الذي قضى من حيث النتيجة، الذي أعطى من حيث النتيجة مفهوما قانونيا متغيرا، يجب على الدنمارك إعادة النظر في كل قراراتها المتعلقة باللاجئين السوريين الذين أصدرت بحقهم إقامة من نوع 7/3. هذا التغيير القانوني الدولي، لأن جميع أحكام، أنا أنبه على النقطة، أن جميع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي أحكام قانونية واجبة التنفيذ، ولا يمكن للدول التملص أو عدم تنفيذ هذه القوانين. فلذلك هذا الموضوع الآن الدنمارك موقفها القانوني تجاه اللاجئين أصبح يعني فيه نوع من بعض الإحراج، لأنه عليها أن تلتزم بالمقررات التي صدرت عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وعليها وجميع وبالتالي أيضا
وبالتالي ايضا ان جميع المقررات التي سوف يتم النظر فيها والاحكام القضائيه التي سوف يتم النظر فيها مستقبلا هنا يجب اعاده النظر فيها تماما. طيب. ما جرى حاليا تفضل اكمل فكرتك. نعم، فما جرى حاليا القضائي او هذا الحكم القضائي اصبح يشكل سابقه قضائيه، يجب لانها تعتبر سابقه قضائيه سوف تلتزم جميع دول الاتحاد الاوروبي بهذه السابقه القضائيه، بما معنى انه لا يحق لدوله ان تحرم شخص من جلب عائلته خلال ان ينتظر فتره 3 سنوات من اقامته او تاريخ صدور اقامته في هذه الدوله حتى يستطيع ان يجلب عائلته. وايضا القضية جلب عائلتي تحتاج إلى أحيانا فترة سنة حتى يتم الموافقة عليها. طيب. فلذلك بروفيسور مصطفى، يعني التوجه إلى المحكمة الأوروبية هل يعني ذلك أن اللاجئ السوري استنفذ كل الاستئنافات أو إجراءات استئناف القضائي في الدنمارك حتى لجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟ طبعا، لكن لشخص أن يلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلا إذا استنفذ جميع طرق الطعن والاستئناف والنقض أمام الدولة التي هو مقيم فيها، يعني عليه أن يسلك جميع طرق الطعن، وفي حال عدم وجود ونفاذ جميع طرق الطعن المقبولة قانونا يستطيع هذا الشخص أن يلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وطبعا القرارات التي تطعن هي التي يمكن تنظر فيها هذه المحكمة هي واجبة النفاذ، وواجبة النفاذ على جميع الدول، ولا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي الدنمارك أو غيرها أن تتملص من تنفيذ هذه المقررات. لذلك ما حدث الآن أن هذا الاجتهاد أن المواطن الذي يحصل أو اللاجئ الذي يحصل على 7/3 ما زال يجب عليه الانتظار إلى الآن إلى تاريخه 3 سنوات حتى يستطيع جلب عائلته. وقد ثبت الآن أن هذا الاجتهاد أو هذا الأمر القانوني أو هذا القانون مخالف لاتفاقيات الأمم الأوروبية حول حقوق الإنسان، وتأيد ذلك بصدور قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بنقض هذا الأمر. فالآن موقف الدنمارك محرج، لأنه يستطيع أي شخص الآن قد تضرر من القرارات الصادرة بحقه وعليه انتظار لفترة 3 سنوات يستطيع الآن التقدم، إذا حرم من حق أن جلب عائلته مثلا، يستطيع الآن التقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وطلب تعويض باعتبار أن الدنمارك قد ضررته أو قد تضرر من الدنمارك. أفهم من حديثك بروفيسور نعوس أن الحديث هنا يتم غالبا على من يريد أن يجلب عائلته، ماذا عن الذي ليس متزوجا أو شخص يعني فرد هناك، ماذا عن حاله؟ هل أيضا هو خاضع لقرارات الحكومة بإلغاء إقامته؟ نعم، لأنه حالة الجلب لم يشمل في حالة أخرى، حالات الترحيل. حالات الترحيل أيضا بنيت، صدر قرار أنه القرار الذي كان تصدر أن هذا القرار صدر على أن حاليا دمشق آمنة، يعني هذا موضوع آخر أنا أتحدث عنه الآن، أن دمشق آمنة. فدمشق آمنة هذا الموضوع أيضا قد ذكر في قرار المحكمة الأوروبية أنه دمشق غير آمنة، ولا يمكن الاعتماد على هذا الموضوع من خلال تقارير سياسية، فقط تقارير سياسية صادرة من هنا أو هناك أو تقارير ناتجة عن مراكز دراسات. فهذا الموضوع يعني تعتبر الدنمارك في الموضوع هذا هي الدولة الوحيدة التي قررت أن دمشق وما حولها ومنطقة الريف دمشق هي منطقة آمنة. في هذه النقطة بروفيسور نعوس، يعني موضوع الترحيل، إذا أصرت الدنمارك على ترحيل هؤلاء اللاجئين ماذا يبقى اللاجئ السوري من خيارات؟ لا أقصد عن جلب العائلات. نعم، الخيار هو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كما ذكرنا. نعم. وحاليا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كالعمود أو كقوة ظاهرة على الساحة الآن بمواجهة هذه القرارات الظالمة أو الجائرة بحق اللاجئين السوريين في الدنمارك. فلذلك يجتمع العديد من المحامون الآن ومراكز الدراسات القانونية، ونجتمع نحن أيضا معهم لكي بالإعداد لدراسة للتقدم بعدة دعاوي أمام الدنمارك، ضد الدنمارك أمام محكمة أوروبية لحقوق الإنسان لوقف الترحيل، وإن طالت الإجراءات، يعني قد تطول الإجراءات ولكن ممكن الحصول على قرارات، مثلا ممكن أن تجمد قرارات الحكومة بالترحيل لوقت صدور أي قرار. نعم، يستطيع أن قرار وقف تنفيذ، يعني نحصل على قرار وقف تنفيذ مبدئيا لترحيل أي شخص، ومن ثم يمكن للمحكمة أن تأخذ الوقت الكافي للنظر بكل قضية.
المشكلة التي يواجهها اللاجئين السوريين أن هذا الأمر لا يمكن المقاضاة به جماعيا، يعني لا يمكن المحكمة الأوروبية أن يجتمع جميع السوريين الذين تم ترحيلهم أن يطلبوا دعوة قضية جماعية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يعني هذه أيضا نقطة ضعف، وإنما تنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بكل قضية على انفراد. لذلك يعد العديد من المحامون الآن الذين مختصين بقضايا اللجوء للبدء بإقامة دعاوي بمواجهة الدنمارك من أجل الحصول على وقف التنفيذ، لم شمل العائلات، الغاء فقرة الثالثة التي تقضي بانتظار الشخص 3 سنوات حتى يجلب عائلته، الأشخاص الذين حرموا من جلب عائلتهم استحقوا تعويض. إذن هناك كم من الدعاوي التي يمكن الدنمارك أن تنهى، وما حدث فعليا الآن ما حدث فعليا أن هناك ضغط كبير وهناك بطء الآن، بطء شديد في موضوع ترحيل اللاجئين. وإذا عدنا إلى مقررات المحكمة مجلس اللاجئين العليا في الدنمارك الآن نجد أنه عرض عليه على سبيل المثال، يعني مقاربة صحيحة تقريبا، عرض عليه أكثر من 200-250 قضية في موضوع ترحيل، رفضت حوالي 50 قضية، يعني لم توافق، وأحالت 100 قضية إلى إعادة إلى مجلس الهجرة، إلى دائرة الهجرة لإعادة النظر، وقضت فقط في 50 دعوة ضد ترحيل مثلا. ف 175 بيئة من الدعاوي المنظورة أمام محكمة اللاجئين التي تحكم بترحيل اللاجئين، هذه المقررات الآن أصبحت تصب في مصلحة اللاجئين بالمطلق. وصحيح بروفيسور مصطفى، أنت تبشر اللاجئ السوري في الدنمارك أن لا يخاف من شبح الترحيل. نعم، أنا منذ 3 سنوات وما زلت أصر على كلامي، وأنا أعرف يعني أنا أتحدث من منطق خبرة قانونية وأتحدث من منطق علمي وقانوني وليس من منطق الدعاية أو السياسة أو أي منطق آخر، أتحدث من ضمن اختصاصي أنا. العديد لم يستطيعوا فهم ما قلته في السابق، ولكن من خلال 3 سنوات الآن أنا على نفس المسار، وهو مسار قانوني دولي بحت ليس له علاقة بأي توجهات أخرى أو أي مفردات أخرى. أنا أتحدث بلغة قانونية دولية، هذه اللغة الآن أصبحت واضحة للعيان، واضحة للجميع. أنا ما تحدثت به سابقا أنه صحيح 100%، ولا يمكن تحريف أي كلمة من ما قلته سابقا، ويمكن الرجوع إلى فيديوهات اليوتيوب أو التيك توك أو جميع التي تحدثت عنها سابقا. ما سيجي الآن مستقبلا هو مصلحة اللاجئ السوري، لأنه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان انتصبت خصما للدنمارك في كل ما يواجه اللاجئ السوري، وبذلك لن تجرؤ أي دولة أوروبية أخرى على أن تحذو حذو الدنمارك. تماما، هذا هو المطلوب وهذا هو المفروض أن يفهمه كل الدول الاتحاد الأوروبي، لأن عندما تحكم المحكمة الأوروبية حقوق الإنسان بهكذا قرار لن تستطيع الدولة أن تخالف القوانين مرة أخرى. فالدنمارك صائب بالمئة مئة. أشكرك جزيل الشكر البروفيسور مصطفى نعوس على هذه المعلومات والتفاصيل، الخبير القانون الدولي في قضايا اللاجئين وحقوق الإنسان، شكرا لك. مشاهدينا، وبهذا كون قد وصلنا لنهاية الحلقة، دمتم بخير.